بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده ان شاء الله يا باشمهندسين هنتكلم على عمليات الجرايندنج اللي هي التجليخ. يعني عمليه التجليخ ببساطه نقول لو احنا مثلا بنيجي نبص على السكينه اللي عندنا في البيت، يعني من وقت للتاني كده بنحتاج ان احنا نزود الشاربنس بتاعتها، فبنروح واخدينها لواحد عنده حجر جلخ بحيث ان هو يسن السكينة ديت. فديت هي هنلاقي إن الراجل السمان دوت عنده حجر جلخ اللي هو جرايندنج ويل، فدوت كده المفروض الجرايندنج ويل اللي هو حجر الجلخ. بستخدم إمتى الجرايندنج؟ بنستخدمها وأنا عايز أحصل على سطح ناعم جدا. خلاص أنا خلصت الأوبريشنز اللي عندي وبعمل عمليات فينيشنج. أحيانا بستخدم جرايندنج ويل بسمك قليل لو أنا عايز أعمل عمليات cutting. يبقى الـ grinding is a metal cutting operation performed by means of a rotating abrasive wheel that acts as a cutting tool. بنستخدمها في حالة الـ finishing في معظم الأوقات عشان أحصل على high surface quality, accuracy of shape and dimensions. وأنا ممكن أستخدم grinding wheel بسمك قليل لو أنا عايز أعمل عمليات قطع. الـ basic operation and cutting action of grains، يعني لو جينا بصينا على الـ grinding wheel اللي عندنا هنلاقي فيه abrasive كتيرة. الـ abrasive ديت بتشبه إيه؟ لو إحنا بصينا على ورق الصنفرة نلاقي فيه عندنا abrasive موجودة على الورق الصنفرة وبتبقى ملزوقة عن طريق epoxy أو bond بورقة الصنفرة، بحيث إن إحنا نيجي على الحيطة ونبدأ نصنفر. أو لو إحنا معانا مثلا الجماعة اللي بيشتغلوا في الدوك مثلا، فبيجي مثلا يصنفر الشيت ميتال اللي موجود عنده. يبقى ده كده الابريزف جرينز او الجرينز اللي عندنا دي بتبقى كلها ملزوقه عن طريق بوند، فبتدينا في الاخر شكل الويل. لما نيجي نبص على شكل الابريزف هنلاقيها اثناء الحركه لما بيحصل فريكشن او احتكاك ما بين الويل جرايندنج ويل والورك بيس، فتبدا الابريزف دي بتعمل ميتال ريموفال. من خلال الكلام اللي بنقوله دوت هنلاقي ان المين موشن موجوده في الجرايندنج ويل، حين ان الفيد موشن بقدر ان انا اتحكم في الفيد عن طريق الورك بيس. ده كده توضيح اكتر لشكل الجرايندنج ويل. قلنا بتتحرك هي الحركه الدورانيه، بدايه المين موشن موجوده في الويل نفسها، والورك بيس هي بتبقى متثبته على التيبل، والتيبل ديت هي اللي بتحدد لنا او بنبدا نحدد منها قيمة الفيد. الجرايندنج ويل ممكن اقدر اطلع وانزل بيها بحيث ان احنا نحدد السونك او الديبث اوف كات. أهمية الجرايندنج ويل إن معظم الفينشنج أوبريشن مهمة جدا في الكونفنشنال ماشينينج، وبالتالي ده بيرجع لأهمية الجرايندنج ماشينينج. بقدر استخدم الجرايندنج ويل مع اي نوع من انواع الماتيريال سواء كانت فيرس او نون فيرس. بنحصل على اكستريملي فاين سيرفيس فينش، يعني جوده السطح اللي عندي تبقى يعني جودتها عاليه جدا بعد عمليات الجرايندنج. الى جانب ان انا بتحكم في الدايمنشنز بالمايكرومتر، بالتالي بنحصل على اكيوريت دايمنشنز. الجرايندنج ويل فايدتها ايه؟ تعمل ريموفال للماتيريال او الستوك اللي عندنا، جنريت سلندريكال فلات اند كيرفت سيرفس، اقدر ان انا احصل كمان على سطح فيه كيرفتشر. طب لو السطح اللي عندي اسطواني، مثلا نيجي نتكلم على غرفه الاحتراق في موتور العربيه، هنلاقي ان البيستون اللي عندنا بيتحرك جوه غرفه الاحتراق في مكان مجوف واخد شكل سلندر. المكان ده لازم يكون معمول له هاي جود سيرفيس فينش، يعني عاملين له فينشنج بدقه عاليه جدا عشان خاطر اقدر، لان لو في عندي تسريب مش هقدر ان انا اعمل كومباشن، بنضغط الغاز وعايزينه يتحرق جوه السلندر، وبالتالي فاحنا عايزين يعني يكون حركه البيستون شبه حركه الحقنه كده. لو لما نيجي نضغط الحقنه ما تسربش من الجناب، وفي نفس الوقت
اقدر ان انا اضغط الحقنه بسهوله. في نفس الكلام عايزينه في غرف الاحتفاء، ان البيستون اللي بيضغط الغاز والهواء يتحرك بسهوله، وفي نفس الوقت يكون ما يبقاش فيه عندي تسريب. طيب انا في الحاله دي بجيب جرايندنج ويل واخده شكل سلندر، وبقدر ان انا اعمل عمليات فينيشنج لسلندريكال سيرفس، بتحصل على هاي سيرفس فينيش. بقدر استخدم جرايندنج ويل في الكاتنج اوبريشن، وقلنا في الحاله دي بستخدم جرايندنج ويل بسمك قليل جدا. لو جينا بصينا على الجماعه بتوع السيراميك بيبقى معاه حاجه يقول لك ده الصاروخ. الصاروخ دوت بيبقى عباره عن ديسك اسطوانه، الاسطوانه ديت واخده شكل دائري، السمك بتاعها قليل وبستخدمها في عمليات الكاتنج. ده كده شكل بيوضح الجرايندنج بروسيس. هنلاقي ان الجرايندنج ويل تبدا تدور، ولازم يكون في عندنا جارد عشان خاطر الرايش اللي بيطلع نتيجه الاحتكاك ما بين الجرايندنج ويل والسيرفيس بتاع الورك بيس، فنحمي العامل او ما يحصلش عندنا مشاكل بسبب الرايش ده. طبعا شايفين هنا كده السطح يعني عامل زي المرايه. الجرايندنج ويل ممكن تبقى فيه عندنا هوريزونتال، فهنلاقي الجرايندنج ويل في موجود فيها الجارد والوركينج تيبل بيتحرك حركة هوريزونتال سواء في الاكس اكسس او الواي اكسس، وإلى جانب بيبقى في عندنا سادل بحيث إن أنا أطلع وأنزل بيه الورك بيس. وبنقول دايما إن الفيد موشن تبقى موجودة في الورك بيس، إنما المين موشن موجودة في الجرايندنج ويل. تعريف الجرايندنج ويل إن إحنا بنقول إن هي عبارة عن مالتي تيث كاتر، ديت ما هيش سنجل بوينت، ديت مالتي تيث كاتر. بيبقى فيها هارد بارتكلز اللي احنا بنسميها الابريزفز، والابريزفز دي بتبقى مربوطه مع بعضها عن طريق بوند. البوند ديت قلنا ممكن يبقى زي الاوكسي مثلا، بحيث ان هي ده يعتبر الماتريكس اللي بيمسك الجرينز او الابريزفز. الويل لما نيجي نفصص او نحلل الجرايندنج ويل، فبنقول في عندنا ابريزز، في عندنا بوند، عندنا جريت هاردنس وستراكشر للجرايندنج. ده هنا كده توضيح لشكل الابريزز، وبيتم لزقها عن طريق البوند. واثناء عمليه الكاتنج هنلاقي ان ممكن الابريزز اللي فوق دي تعمل بتاخد جزء من ديبث اوف كات بقيمه، والابريزز اللي بعدها ممكن مختلفة. ممكن الأبريز اللي هنا ما وصلتش من الأساس، بس لما يجي الجزء ده كله يتاكل هتبدأ الأبريز اللي فوق دي تشتغل. تمام، فده توضيح لشكل الأبريز. الجرايندنج ويل بيهمنا فيها خمس حاجات. الأبريز ماتيريال إيه هي؟ الجرين سايز بتاع الأبريز ديت، ترى أنا جايب جرينز كبيرة ولا جرينز قليلة في الديامتر. البوندنج ماتيريال هلزق الابريزل ديت عن طريق ايه؟ يا ترى الاستراكشر اللي عندي دوت هيبقى بوروس ولا دنس؟ يعني لو انا استخدمت جرين سايز قليل، وبالتالي هيبقى الاستراكشر بتاعنا فيري دنس. طب لو انا جبت جرينز كبيره ابريزل حجمها كبير، فبالتالي هلاقي الاستراكشر بتاعنا بوروس او اوبن. طب بنقول الابريزل في عندنا نوعين مشهورين، هي بتتوقف على احنا هنشتغل على ناتشرال ولا ارتفيشال ابريزفز. الناتشرال ابريزفز زي الساند ستون والامري والدايموند، كل ده يعتبر ناتشرال ابريزف. في عندنا ارتفيشال ابريزف زي الالومنيوم اوكسايد والسيليكون كاربايد. طيب الالومنيوم اوكسايد بنديها الرمز ايه؟ نبدا نحفظ بقى ان Al2O3 لو انا جيت بصيت على حجر جلخ ولقيت مكتوب عليه رمز ايه كابيتال، ده المقصود ان احنا بنستخدم ابريزيف الومنيوم اوكسايد. طيب في حاله لو لقيت على حجر الجلخ رمز سي، فده معناه ان النوع الابريزيف اللي عندنا هي سيليكون كاربايد. طبعا السي دوت نلاقيه مثلا مكتوب شيء بتاخد لون جرين او بلو بلاك، الرمز الاي دوت بيبقى واخد بلاك او جراي او بينك او وايت كلر.
احنا مش هنحفظ الكلام بس احنا بنحفظ الرموز. يبقى دلوقتي ال Al2O3 هياخد الرمز A والسيليكون كاربايد هياخد الرمز C. تاني كده احنا قلنا الجرايندنج ويل في عندنا 5 بارامترز. اول حاجه هي الابريزف ماتيريال، لو A او C يبقى A دوت Al2O3، C يبقى سيليكون كاربايد. طيب نوع البوند، في عندنا حوالي 5 انواع من البوندز. من اول حاجه في عندنا فيرتيفايد بوند، دي بتدي سترينث وبروستي المتوسطين. يفضل يعني الفيريفايد بوند ويلز ار بريفيرد فور جرايندنج because they are not affected by rough changes in temperature، يعني ما بتتاثرش بالتمبريتشر الى جانب لو انا بستخدم ووتر او اويل عشان بنعمل عمليات تبريد او حاجه، فالفيرتيفايد بوند مش بتتاثر. الفيرتيفايد بوند بتاخد الرمز V. السيليكات بوند دي بنستخدمها لو انا مثلا عايز عندنا ايج تول وعايز اعمل له جرايندنج، فبنستخدم الحجر الجلخ اللي هو الابريزف بتاعته مترابطه بالسيليكا بوند. السيليكا بوند بتاخد الرمز S. هنحفظ ال V وهنحفظ ال S؟ ايوه هنحفظ الرموز ديت لان احنا هنتسال فيها في المحاضره. الشيلك بوند دي الالاستيستي بتاعتها عالية، تعتبر أكبر من أي بوند تانية. السترينث بتاعة الشيلك بوند مرتفعة، وأحيانا بنسمي الشيلك بوند باسم الإلاستيك بوندد ويلز، بس ما بنستخدمهاش في حالة الهيفي ديوتي. ممكن استخدمها في حالة الثين ويلز، وبندي الرمز E كابيتال للشيلك بوند. الريزن بوند تعتبر سنسيتيك ريزن، يعني زي الغيرة أو مكتوب هنا الباكلايت. used to manufacture strong grinding wheel، وبنستخدمها في حالة الهاي كاتنج سبيد. الرمز بتاع ريزن بوند اللي هي بتاخد الرمز حرف B. الرابر بوند يعني البوند عاملها مطاطية، وبالتالي فالطفنس بتاعتنا بتبقى كويسة. بنستخدم الرابر بوند بتاخد رمز لتر R. بناخد بالنا فيريفايد بوند V، سيليكا بوند S، شيلك بوند E، ريزن بوند بي، رابر بوند ار. يبقى تاني كده نرجع للخصائص بتاعه الجرايندنج ويل. قلنا الابريزف ماتيريال عرفناهم والبوندنج ماتيريال. يجي بعد كده الجريد سايز والجريد والمانيفاكشر. الجريد او الجرين سايز، يا ترى انا هستخدم الحبيبات اللي عندي السايز بتاعها كبير كورس ولا فاين ولا فيري فاين. طبعا في عندنا رينج لازم نكون حافظينه. في حالة ان مكتوب هنا مثلا لو الجريت او الجرين سايز 10، فيبقى في الحالة ديت مقصود بيها ان احنا لما بنيجي ننخل الابريزف ديت بيبقى في عندي 10 فتحات في البوصة المربعة في المخ، بالتالي ديت هتدينا جرينز ليها ديامتر كبير، فبالتالي تعتبر كورس جرين. في حاله الفاين بنقول مثلا على سبيل المثال رقم 100، فمقصود ان المنخل اللي عندنا فيه 100 فتحه في البوصه المربعه، بالتالي دي بتبقى الديامتر بتاع الابريزف اللي هتطلع من المنخل دوت تبقى اقل شويه من الكورس، وبالتالي تعتبر فاين ابريزفز. طيب 600 بقى، ده معناه ان المنخل اللي بننخل بيه الابريزف فيه 100 فتحة في البوصة المربعة، بالتالي ده هينزل لنا جرينز حجمها صغير جدا وتعتبر ديت فيري فاين جرينز. ده كده الجريت أو الجرين سايز.
قلنا الكورس يبقى في عندنا من 10 ل 24 فتحة في البوصة المربعة، الميديم من 30 ل 60، الفاين من 80 لغاية 180، الفيري فاين يبقى في عندنا 220 فتحة في البوصة المربعة إلى 600 فتحة. نيجي بعد كده للجريد، يا ترى الابريزف اللي عندي ديت سوفت ولا هارد؟ بنقول ان بدايه من حرف ايه ده يعتبر سوفت ابريزف، ونقعد نتدرج في الهاردنس بتاعت الجرينز لغايه ما نوصل للزد، وده يعتبر الهاردست ابريزف. لو جينا بصينا هنا كده للجريد سكيل، تبدا من اول ايه لغايه زد، يبقى من A لغاية G يعتبر soft، من K لغاية B يعتبر medium، ومن R لغاية Z يعتبر hard abrasives. طيب إيه تاني بعد الجريد؟ آخر حاجة هو الـ structure. الـ structure ده اللي هو الـ spacing between abrasives، ده هنلاقيه لو إحنا مثلا المسافات ما بين الابريزيفز لما جت تتلزق في البوند كانت كبيرة، فده يعتبر open structure أو force أو الستراكشر بتاعنا في بروست. طب لو أنا استخدمت إن المسافات ما بين الجرينز اللي عندنا كانت قليلة جدا، وبالتالي فده معناه إن الستراكشر اللي عندنا very dense. طب الستراكشر دوت بنديله أرقام من 1 لغاية 15، بنقول 1 ده دنس، تبدأ الدنسلي بتاعتنا بتقل لغاية ما نوصل للرقم 15. فلو احنا نيجي نبص مثلا على الجرايندنج ويل، لو جالنا مثال بالمنظر دوت كده، دي A 36 J 6 B 50، نقول أول حاجة إن الـ E والـ 15 اللي في الأول وفي الآخر خالص اللي موجودين على حجر الجلخ، دي حاجة خاصة بالمانيفاكتشر، المصنع اللي بيصنع الابريزر سواء كانت بريفكس أو سفكس. احنا اللي يهمنا اللي هنحفظهم اللي هم الخمس رموز اللي عندنا، الأول A لغاية الـ Z. فبنقول أول حاجة الـ A ده الابريزر تايب، احنا قلنا بقى A و C يعتبر ألومنيوم أوكسايد أو سيليكون كربايد. تاني حاجة الـ 36 ديت اللي هي الجرين سايز، قلنا الجرين سايز في عندنا أربع سكيلز، فورس، ميديوم، فاين، فيري فاين. فال 36 ديت واقعه في الميديوم سكيل. الجي دي بتمثل الجريد، وقلنا نبص تحت خالص كده هنلاقي الجريد بتبدا من اول اي لغايه زد، فهو كاتب لنا جي ده يعتبر ميديوم، يعني يعتبر قريب من الميديوم. لو كان كاتب لنا بي او سي ده يعتبر سوفت، لو كان كاتب لنا اكس او واي ده يعتبر هارد. الاستراكشر كاتب لنا في رقم 6، يبقى ده رابع حاجه بتجي لنا بعد الابريزف الجرين سايز الجريد، بيجي لنا الاستراكشر تبدا من اول 1 لغايه 15، فبنقول من 1 لغايه 8 ده يعتبر دنس، من 9 لغايه 15 ده يعتبر اوبن. اخر حاجه اللي هي البوند تايب كاتب لنا في، فبنقول ان الفي هيلفرتيفايد، بي ريزن، ار رابر، اي اللي هي الشلك، والاس اللي هي السيليكات بوند. بدأ كده لو جينا بصينا على الجرايندنج ويل هنلاقي الخمس حاجات دول موجودين عليه، الابريزف تايب، جرين سايز، جريد، ستراكشر، الجوند. نحفظ الترتيب بتاعهم، ولازم نحفظ الارقام اللي موجوده معانا في البيج ده. الجرايندنج ويل يبقى ليها اشكال مختلفه واحجام كذلك مختلفه، بحيث ان هي تعمل ادابشن تبقى مناسبة للأوبريشن اللي احنا هننفذها. بيهمنا دايما في الجرايندنج ويل يا ترى الديامتر دوت، الديامتر بتاع الجرايندنج ويل بقد ايه؟ إلى جانب الانر ديامتر، بحيث إن ده لما يجي يتثبت في السبندل هيبقى بكام، القيمة بتاعت الانر ديامتر بكام؟ إلى جانب الويتس بتاع الفيس بتاع الجرايندنج. فده كده أشكال مختلفة للجرايندنج ويل على حسب بقى احنا هنستخدم
الجرايندنج دي سوبريشن عامل ازاي. في الماشينينج تايم هنلاقي معانا في القوانين، في مثال هناخدها في السكشن على حسابات الماشينينج تايم في عمليات الجرايند. بيجي بعد عمليات الجرايندنج عمليات البروشنج. البروشنج هي تعتبر يعني حاجة يعني ما هيش منتشرة قوي في الورش، لأن التول بتاعتها بيتم تصميمها كيس باي كيس، يعني على حسب الورك بيس اللي جاية لي ببدأ إن أنا أعمل تصميم للورك للتول. وبالتالي البروشنج ما بيبقاش في عندي ستاندرد للكاتنج تول. الكاتنج تول بتعمل لها ديزاين تصميم، فلازم يكون في عندنا مهندس انتاج مسؤول عن التصميم بتاع البروش. يبقى البروشنج اوبريشن دي برضه عبارة عن مالتي توث تول بنسميها بروش. الميزة في عملية البروشنج إن إحنا في مشوار واحد بنعمل رافينج وبنعمل فينيشنج، يعني أنا مش محتاج إن أنا أعمل أكتر من مشوار، هو وان ستروك ننفذ فيه عملية الكاتنج، وفي نهاية المشوار بنعمل عملية فينيشنج بحيث نحصل على سطح لجود سيرفيس فينش. بنقدر نشتغل على فلات ونون فلات سيرفيس. التول بتعمل عملية الرافين والفينيشنج في وان ستروك في مشوار واحد، وبالتالي عملية البروشنج هي عملية سريعة الميتال كاتنج، لأن أنا بعمل رافين وفينيشنج في مشوار واحد. بس هي المشكلة كلها في حتة تصميم البروش، لأن كل بروش أو كل أوبريشن محتاجة بروش واحد. وبالتالي هي عملية البروشنج هتبقى مفيدة أكتر في حالة الإنتاج الكامل، خاصة في الأوتوموبيل إندستري، صناعة العربيات. لو أنا عندي في كمية إنتاج ضخمة بكرر نفس القطعة، ففي الحالة دي يبقى البروشنج تصميم أفضل تصميم لعملية الميتال كاتنج. في حين إن أنا مش هنفع لو أنا جاي لي قطعة أو قطعتين أروح أصمم بروش، لأن البروش ده نفسه هيبقى مكلف. البروشنج بدأ استخدامه اللي هو يعمل الكيويز، وبدأ يتطور إن إحنا نقدر نعمل بيه عمليات مختلفة. يبقى البروش ده التول اللي بستخدمها في عملية البروشنج. بيبقى في عندنا أسنان، المسافات ما بين الأسنان دي بتبقى regularly spaced بحيث إن أنا أقدر أعمل عملية الرافينج والفينشينج في نفس المشوار. الأسنان بتاعة البروش ما هياش واخدة نفس الارتفاع، لا بيبقى ليها different height، وكل شوية الارتفاع بتاعها بيزيد تدريجيا عشان أقدر أنفذ عملية الميتال كاتنج. يعني ده نيجي نبص كده على البروش، ده كده بداية الأسنان اللي بتعمل عملية الرافينج. بعد كده نبدأ ندخل على السيمي فينيشنج تيب، بعد كده الفينيشنج. لو خدنا بالنا هنلاقي إن في تدريج في الديامتر بتاع الأسنان اللي عندنا، بحيث إن أنا في النهاية هقدر أحصل أعمل عملية فينيشنج. فنيجي نبص هنا كده في البداية هنلاقي كل شوية الديبث أوف كات اللي بنبدأ نقطعه بيزيد تدريجيا لغاية ما نعمل عملية الفينيشنج. ده شكل الأسنان بتاعة البروش. المسافة ما بين كل سنة والتانية بنسميها البيتش، وده يعتبر التوث ديبس. كل شوية هنلاقيه مختلف، كل سنة ليها توث ديبس مختلفة عن اللي قبلها. ده برضو شكل البروش، بداية كده الرافين تيث، كل الأسنان اللي بتعمل عملية الرافين، بعد كده السيمي فينيشنج، وفي النهاية عمليات الفينش. بمجرد ما البروش مثلا يتحرك من ناحية الشمال لليمين، هنلاقي إن كل سنة من دول بتاخد depth of cut من الورك بيس، وبالتالي total depth of cut هيساوي summation بتاع ال depth of cut of each teeth أو each tooth.
هنا ده توضيح للبروج. ده واخد مثلا شكل ريكتانجلر او سيركلر، وهنا كده البروش هو داخل، بنبدأ نعمل عملية تبريد، فالزيت بينزل على البروش بحيث إن إحنا مثلا في الشكل ده هيعمل لنا كي واي في التيرس اللي موجودة. يبقى ده كده شكل البروش بيتحرك من ناحية اليمين لناحية الشمال، وده كده اتجاه الحركة بتاع البروش. وديت الماتيريال تو بي ريموفد، ممكن في المنظر ده نحصل على كي واي. لو جينا بصينا هنلاقي إن التصميم نفسه بتاع السنة لازم يكون فيه جروف عندنا، بحيث إن هو يسمح أثناء حركة البروش إن يتجمع في الراش. يعني لو مفيش عندي التجويف دوت مش هقدر أعمل عملية التطبيق. ليه؟ لأن الرايش أثناء ما هو بيتكون محتاج إن هو يبدأ يتجمع في مكان. عشان نعمل عملية كاتنج ونحصل على سيرفس جود سيرفس فينش، فلازم يكون في عندي التجويف دوت بس موجود في التصميم بتاع البروش. دي أشكال مختلفة للبروش، ممكن تبقى مثلا على حسب الأشكال اللي بتاع البروش اللي عندي. ده كده السايد فيو، وده كده التوب. لو أنا جيت بصيت من فوق أشوف هعمل إيه الأوبريشن اللي أنا هنفذها. فده كده مثلا في حالة السكوير والراوند ممكن أقدر أحصل على internal cylinder. يعني كده بعمل هنا بايب، أنا بحصل على internal square. ممكن يبقى البروش ده واخد سن single keyway، يبقى الأسنان بتاعتنا واخدة ناحية واحدة من البروش، تعمل لنا الكيوي اللي فوق ده. ممكن تبقى واخدة اتجاهين، يبقى ده double keyway. ممكن تبقى واخدة أربع اتجاهات أعمل فيها spline. ممكن تبقى واخدة شكل hexagonal، ممكن تبقى واخدة شكل rectangular مهواش square. ممكن نعمل عملية دبل كاتنج، ممكن أقدر أنفذ بالبروش انترنال جير مرة واحدة نحصل على جير. طبعا دي تعتبر خطوة سريعة جدا. إلى جانب إن إحنا ممكن نعمل هيليكال جروف عن طريق البروش. يبقى ده كده تاني الأشكال بتاعت البروشز، وديت بروشز عملية ننفذ فيها عملية الكاتنج. ده كده صورة واقعية للبروشز. ولديت احنا قلنا بقى كل بروش بيتم تصميمه على حدة، يبقى ده كده individual design على حسب الاوبريشن اللي احنا هننفذها. البروش نفسه لو جينا بصينا تاني ليه هنلاقي ان هو بيتكون من ثلاث مناطق، في عندنا الرافينج سيمي فينشنج والفينشنج. وقلنا ان الثري اوبريشنز الرافينج والسيمي فينشنج والفينشنج كلهم بيحصلوا في وان ستروك. وال depth of cut total depth of cut هيساوي السمشن بتاع ال depth of cut اللي بيتنفس في كل سنة، كل سنة بتشيل قد إيه. نبدأ نجمع ال depth of cut للأسنان اللي عندنا نحصل على total depth of cut. بنقول إن ال last four or five teeth يعني آخر أربع أو خمس أسنان في البروش ما بيعملوش عملية cutting، دي تعتبر burnishing teeth. بحيث ان انا لو في عندي اي كريست، يعني لو الاسطح اللي عندي فيه قمم يعني في اجزاء ما اتاكلتش من السطح، يبدا الاخر اربع او خمس سنات يعملوا ريموف للرايش اللي موجود على السطح، وبالتالي احصل على سموث سيرفس. بنقول ان احنا في التصميم بتاع البرول بقى في عندنا حاجه اسمها تشيب بريكرز، دي بتبقى موجودة في الرافينج تيث. يبقى ديت بحيث إن إحنا لو في عندنا continuous chip يبدأ إن هو يقطع الرايش اللي موجود عندنا اللي هي chip breaker، عشان خاطر العملية بتاعة البروشنج نفسها تتم بسلاسة.